ما حد ما عاد يفتح. ما حصل اليوم في قاعة النساء وفي قاعة الأعراس من جريمة، يعني ليس هذا يدل على ضعف العدوان وإفلاس العدوان. هذه هدية من قبل العدوان بمناسبة قدوم العام الجديد لأبناء الشعب اليمني ولأبناء الحديدة خاصة، لكن هذه الهدية سنردها لكم في القريب العاجل وفي العمق الاستراتيجي. اجي مره سبرا ساعه 12